فشل رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم الفاف جهيد زفزاف اليوم الخميس في الفوز بمنصب عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف وذلك بعد ان خسر زفزاف في التصويت امام منافسه على العضوية رئيس الاتحادية الليبية لكرة القدم عبد الحكيم الشلماني بثمانية 38 صوت مقابل 15 صوت لزفزاف وذلك على هامش الجمعية العامة العادية لكاف المنعقدة اليوم الخميس بالعاصمة الإيفوارية ابيديجان كما تم تعيين شلماني كعضو ثاني ممثل لمنطقة شمال إفريقيا بعد عيش الجامعة التونسية وديع الجري الممثل الأول لمنطقة شمال إفريقيا فيما تتواجد كل من مصر والمغرب ضمن المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا